السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه الأخبار النهاردة؟ النهاردة إن شاء الله هناخد حاجة جديدة في البوجن برضو. بس الأول بصي يا سنة تانية، هو ده كان الهاوس اوف جابل بتاعكم اللي أنا كنت قايلة لكم عليه، اللي هو بالبولد في فون فون زكس، وبعد كده من دغاي لي لزكس. اوكي طيب تمام كده، يبقى هو ده كان الهاوس اوف جاب. طيب النهارده هناخد ان شاء الله درس جديد، ما يعتبرش درس، زي اكسرسايز كده. طبعا جالكوا في الامتحان السنه اللي فاتت، وهيجيلكوا دلوقتي اهو في البوجن. وان شاء الله هنبتدي ان احنا نتعامل مع السؤال. بيقولك شتيلن زي دي فراغ، يعني حط سؤال. تمام طيب، طبعا لما بنيجي نحط سؤال احنا هنتفق دلوقتي اتفاق ان احنا نحط سؤال واحد بس، مش كذا سؤال، خلاص كده يعني. بس احنا دلوقتي هنتدرب على كذا امكانية من السؤال، بس طبعا في الامتحان دلوقتي او بعدين هنحط سؤال واحد، ايه واحد بس، خلاص كده. بيقول لي دي الإجابة يا سنة تانية، بيقول لي إيش فند ليبس فيلم برد، يعني I find romantic film silly. أوكي أنا بجد الأفلام الرومانتك رومانسية سخيفة. إزاي أنا أحط سؤال أصلا؟ أهم حاجة يا سنة تانية، دايما دايما وأبدا بقول لكم إن أنا في أي تكست، أي ديالوج، في أي شتلف غاجة، بابا باجي أحط سؤال أو أجاوب على أداة استفهام، دائما وابدا بقول ان انا لازم اكون عارفه ايه هي اداه الاستفهام بتاعتي دي، اهم حاجه. فانت لازم او انت لازم تحددي انت هتشتغلي على ايه بالظبط، وبعد كده هنبتدي ان احنا نحط الكويتشن وورد المناسبه بتاعتي. بمعنى انا بقول هنا ايش فن ده ليه بس فيلم بلود، والله في حد يجي يقول لي الله يفغاو انا عايز احط كويتشن على بلود. بلود يعني ايه؟ يعني سيلي. طب يعني ايوه يعني يعني كينونتها ايه؟ اسم بقى نومن ولا فيرب ولا ادجكتيف ولا ادجكتيف؟ بالظبط كده، ادجكتيف. بسال عن اي صفه بايه سنه ثانيه؟ بسال عن اي صفه بالكويتشن وورد في، بالكويتشن وورد ايه؟ في، بالظبط كده. يبقى بسال عن الكويتشن وورد، بسال عن قصدي اسفه الصفه يا سنه ثانيه بايه؟ بفي. حلو، انا خلاص انا هكتب في، ماشي هكتب ايه؟ هكتب في. حلو قوي، ادي في اهي، ماشي. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده هبتدي ان انا اعمل مقص. بمعنى ايه؟ زي ما انا كنت بقول لكم قبل كده، ايش في الاجابه هتروح دو في السؤال، هتروح دو ايه في السؤال. طيب انا كتبت دو اهي، وبعد كده بعمل ايه على اليمين اهي سنه ثانيه، ادي اول مقص. طيب تاني مقص، انا هبتدي ان انا اصرف الفيرب الفينيتوم بتاعي مع البيرسونال برونومين بتاعتي. فند المعدو هتبقى ايه؟ ايوه هتبقى فندست، في فندست تو ها ليبس فيلم. برافو عليكم سنه ثانيه. يبقى انا هعمل كده، ويلا نكتب معايا، يلا واحده واحده. في فندست تو ليبس فيلم، في فندست تو ليبس فيلم، بس كده هو ده اللي انا بعمله. واقوم عامله ايه؟ اقوم عامله في الاخر question mark. في فندست تو ليبس فيلم، كيف تجد الافلام الرومانتك؟ طبعا هيكون الاجابه عليها بلود. هيكون الاجابه عليها ايه؟ هيكون الاجابه عليها بلود. طيب نمبر 2 او الامكانيه الثانيه من السؤال، انا بقول ايه سنه ثانيه؟ بقول انا سالت دلوقتي على الادجكتيف. طيب عايز اسال هو مين اللي بيجد؟ انا عمال اقول انا 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 ازول كلمه انا. طب يعني اعمل ايه بالظبط كده؟ هسال عن السبجكت، هسال عن السبجكت بتاعي بايه؟ هسال عن السبجكت بتاعي بفيا. برافو عليكم، بفيا. حلو قوي الكلام ده، يبقى فيا، وبعمل برضو ها فيا. انا قلت دايما ان فيا بتتصرف مع الفيرب مع ايه سنه ثانيه؟ برافو عليكم يا سنه ثانيه، مع ايه واس وزي. يبقى فيا فندت، فيا فندت ها ايوه ليبس فيلم، وهكمل الجمله عادي جدا بد. مين اللي بيجد الافلام الرومانتك دي
سخيفة بالظبط كده. فهيكون الانسر عندي، هيكون الانسر عندي اللي هي الاجابة ايش. تمام كده يا سنة تانية، واحط كويتشن مارك في الايه في الاخر. يبقى فيا ولازم اصرف الفيرب مع ايه واس وزي، يبقى فيا فندت ليبس فيلم. كفاية امكانيتين من ايه من السؤال، كفاية قوي. طب نمبر تو الاجابة بتاعتها فادي قمت ايما شبيت. فادي قمت ايما شبيت، فادي بيجي دايما متأخر، فادي بيجي دايما متأخر. انا عايز اسأل على فادي بس، هي انا عايز امكانية واحدة من السؤال، فيا ترى هتبقى ايه؟ ها بالظبط، هسأل برضو بفيا، هسأل بفيا شطار. يبقى فيا، فيا ايه بالظبط كده؟ فيا قمت ايما، واكمل بقية الجملة عادي جدا يا سنة تانية من غير اي حاجة، نحط على الاي املاوت ماشي كده. يبقى فيا قمت ايما شبيت، قالك فادي، حلو قوي. طب نومات غاي واخر جملة، فبيقول لي الانسر ايش اغتسيل فيتس ان دي كلاس. انا بحكي دايما او انا بقول دايما نكت يعني في الكلاس. انا عايزة امكانيتين من السؤال يا سنة تانية، ايه يا ترى الامكانية الاولانية؟ الامكانية الاولانية هيقول لي ايه؟ هسأل ماشي، هسأل على الفاعل برضو، هسأل بايه؟ هسأل بفيا، برافو. نكمل، يبقى فيا، فيا ايه؟ ايوه بالظبط كده، فيا اغتسيلت، فيا اغتسيلت فيتس، وهكمل بقية الجملة عادي، فيا اغتسيلت. يبقى فيا اغتسيلت فيتس ان دي كلاس. تمام كده، حلو قوي. طيب عايزة امكانية تاني؟ ها ايوة نسأل، عايزة اسأل على المكان بقى يا سنة تانية. هسأل واقول ايه؟ هسأل بايه؟ بفو، برافو عليكم، هسأل بفو. يلا يبقى يلا نكتب معايا كده، ادي فو، ادي فو بالظبط كده، يلا فو، واكمل بقى بقية الجملة، فو اغتسيلت، فو اغتسيلت. تمام كده، وبلا بلا 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 بالظبط كده، فو اغتسيلت فيتس انديا، فو اغتسيلست دو، فو اغتسيلست دو فيتس، فو اغتسيلست دو فيتس، فو اغتسيلست دو فيتس. انت بتعمل او بتقول النكت دي فين؟ تمام تمام كده. وبعد كده عندي من فيا لي زكس هاوس ايه؟ هاوس اوف جاب. من فيا لزيبن، اسفه سنه تانية، يلا من فيا لزيبن هتبقى هاوس اوف جابن. تمام، اربعة وخمسة ستة سبعة، ها تمام كده. يبقى احنا اتدربنا على ازاي نعمل سؤال على كل حاجة، ممكن اشتغل على السبجكت، ممكن اشتغل على المكان، ممكن اشتغل على الزمان بفن، ممكن اشتغل على الادجكتيف في زي ما شفنا في السؤال نمبر 1 كده يعني سنة تانية. فهمنا، فواحدة واحدة انا بعمل اداة الاستفهام، بعد كده بعمل مقص، بعد كده بكمل جملتي عادي، اشوف الجملة عايزة ايه، اصرف مع البرونومن صح، ما بقاش عاملة ايه زي ما شفنا واحنا بنصح في الترم الاولاني، ما بقى طالبة دو مثلا وتصرفتيلي وعملتيه كويس جدا جدا الكويتشن ووردز وكل حاجة، وجيتي صرفتيلي فيرب مع دو حطيتيلي اي ان، انا فرحت بيك انا دلوقتي ولا فرحت بيك مثلا؟ لا، نركز كويس جدا، نبطل لخبطة، واحدة واحدة، ورناش اي حاجة، نبطل تسرع، وفي ودو يور بيست ان شاء الله يا سنة تانية. وباذن الله ابقى بقابلكم باذن الله في السيشن اللي جاي مع ليكيتسون جديده ان شاء الله، اخر ليكيتسون عندنا اللي هي اين اوند سفانسج باذن الله. يلا يا سنه تانيه، تشوس.